مرحبا بكم في العلوم الممتعة. في عام 2005 ما كانش حتى واحد كان يقدر يتفرج فيلم بشكل مباشر من الانترنت على هاتفه النقال. لم يكن ذلك ممكنا حتى انتشار شبكات الجيل الرابع ولا الكاتجي، والتي مكنت الناس حول العالم من ارسال واستقبال البيانات بحجم كبير على هواتفهم النقالة في الاماكن النائية. لكن بزاف ناس راهم يسقسيو اليوم على شبكة الجيل الخامس وكيفاش تخدم وش هي التأثيرات تاعها على حياتنا اليومية. يلا تعرفوا عليها مع بعضنا في العلوم الممتعة. ترمز هذه الأجيال الذكية لأنظمة اتصال الهواتف اللاسلكية، وهي طريقة تتيح للأجهزة النقالة والثابتة بإرسال البيانات واستقبالها بسرعة كبيرة دون الحاجة لأن تكون موصولة في حائط أو في منزلك أو في حتى مكان العمل تاعك. وتعتمد تقنية الجيل الخامس على نقل التردد بمقدار 3.5 جيجا هرتز، وهو الحد الذي يتفوق على إمكانيات الجيل الرابع. وطبعا تبث الجيل الخامس موجات راديوية هوائية لتوصيل المشتركين سواء كانوا أفراد أو شركات ولا حتى جهات مختلفة بقدرات لاسلكية ضخمة لتسهيل وتسريع أنشطتهم المختلفة، ومن هنا تلجأ إليها كثير من الشركات الاتصالات الكبرى حول العالم. لكن في ظل المنافسة الكبيرة التي لا تعرف توقف، وش هو مصير شبكات الجيل الخامس؟ كاين بزاف شركات طيران أمريكية تحذر من الجيل الخامس لأنه التشغيل تاعه ولا تشغيل شبكات الجيل الخامس الهواتف المحمولة رايح يسبب تخريب كبير لرحلاتها. علاش؟ لأنه تخشى شركات الطيران من تداخل إشارات شبكات الجيل الخامس التي تستخدم حيز التردد C لموجات الراديو مع موجات التردد المستخدمة في أجهزة الملاحة الجوية، خاصة أثناء الظروف الجوية السيئة. كما يتوقع الخبراء أن هذه التقنية قادرة على تشغيل السيارات دون سائق، أو توصيل الطلبات في الطائرات بدون طيار، ومن الممكن حتى أن تجعل تقنية الويفي شيء من الماضي. وكما هي العادة في كل عقد تقريبا، تكشف شركات الاتصال عن معايير الاتصال اللاسلكية الجديدة، ومن ثم تعمل على بناء البنى التحتية اللازمة لها لجعلها حقيقة. تقنية الجيل الأول في عام 1982، تقنية الجيل الثاني في عام 1992، الجيل الثالث 2003، الجيل الرابع 2012، واليوم رانا في الجيل الخامس 2021 فما فوق. كيفاش رايح تأثر 5G أو 5G على حياتنا؟ من المنتظر أن توفر الشبكة عدة مزايا في حياتنا اليومية. على سبيل المثال، ستزيد من التطور في اتجاه بناء المدن الذكية، رايحة أيضا توفر أنظمة مراقبة جودة الهواء، مواقف السيارات الذكية والاستجابة للطوارئ وإدارة حركة المرور والسيارات ذاتية القيادة بقدر لم نعهده سابقا، الأمر اللي راح يزيد من كثير من الرفاهية في حياتنا اليومية. لكن سؤال يطرح نفسه، ما هي أضرار التقنية الجديدة على صحتنا النفسية والجسدية؟ طبعا في عام 2019 وقع أكثر من 250 عالم وطبيب أمريكي على خطاب يدعو إلى وقف فوري لنشر شبكة 5G، ويطالبوا الحكومة الأمريكية بتمويل الأبحاث اللازمة لمعرفة حدود التعرض لتردد الشبكة لحماية صحتنا وسلامتنا. وكانت قد صرحت منظمة الصحة العالمية بأن البحث حول تأثير 5G على الصحة لا يزال محدودا، يعني ما زالت المعلومات ناقصة وغير واضحة تماما. وفي السياق نفسه، وجد تقرير في 18 فبراير عن وزارة الصحة الأمريكية أن ذكور من الفئران التي تعرضت لجرعات عالية من الإشعاع للتردد اللاسلكي أصيبت بنوع من الورم السرطاني في القلب، وتعرضت أجسام الفئران بأكملها للإشعاع من الهواتف المحمولة لمدة 9 ساعات يوميا لمدة 2 سنين كاملة. لكن السؤال المطروح، أنتم كيفاش تشوفوا مستقبل هذه التقنيات؟ وهل راح يجي يوم تلغي فيه دور الإنسان؟ هذا هو السؤال الجوهري. يلا شاركونا آراءكم وتعليقاتكم عبر العلوم الممتعة في قناتكم جيل دي زاد الإلكترونية.